السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثامن، آخر درس عندنا في يونت 6 بيج 47 صفحة 47. هنجاوب على الأسئلة دي من الدرس اللي فات. How far is the International Space Station from Earth؟ كم بعد محطة الفضاء الدولية من الأرض؟ هنلاحظ هنا في الإجابة Space Station هنا. ثري هندريد كيلو متر هي عبارة عن 350 كيلو متر. طيب give three reasons why being in space is like camping. اعطي ثلاثة أسباب ليه الكون أو الحياة على في الفضاء مثل التخييم. أو you have to take everything you need. أنت مضطر إنك تاخد كل حاجة أنت بتحتاجها، مش إحنا بنروح التخييم بناخد كل حاجة إحنا عايزينها. Why don't they use knives, forks and plates؟ ليه هما مش محتاجين إيه ما بيستغلوا يستخدمون سكاكين أشواك وأطباق ليه؟ الجملة اللي فيها فوركس أو we don't use knives forks أو because they simply float around the table، لأن هم ببساطة بيطفوا حوالين الطاولة. نشوفه عندنا ان احنا بياكلوا the eat from the package، بياكلوا من العلب على طول. they eat from the packages، ياكلوا من العلب. Why are space seats white؟ ليه بدل الفضاء بيضاء؟ لماذا؟ دور عليها هنا. أو sometimes when we walk outside in space we wear what's white beside our spots with finger. طبعا هنا الإجابة هنقول لأنهم مختصة للفضاء because they are the specialized إيه لان هي الزي او البدله الخاصه بيهم. خلاص السؤال اللي بعد كده يعني ايه اجابه، يعني كل واحد ليه اجابه معينه. هنوصل الكلمات بمعانيها هنا. dispose of يعني يتخلص من، قلنا throw away يرمي بعيدا او زي مثلا بيرمي الزباله او القمامه، يبقى سي. inflatable قابل للنفخ، هنقول an object you fill with air before you use it، شيء انت بتملاه بالهواء قبل ان تستخدمه. ب فلير مضيء، هنقول كده a bright flame used as a signal.
شعلة مضيئة بتستخدم كإشارة اللي هي فلير. باكجز علب ذا كونتينرز فود كمز اون، العلب أو الحاويات الطعام بيأتي بداخلها إيه؟ بعد كده البرونسيشن النطق رابش فود visible. هنقرأ بصوت عالي listen and repeat the poem. استمع وكرر القصيدة. Then work in pairs, practice reading aloud. وهنعمل مع بعض وهنتدرب بقراءة بصوت عالي. I'm not a sailor. I work far from the sea. But I live on a ship with the rest of the team. I read floating books and eat floating food. I watch my favorite films in a floating room. The moving world has a blue-green face. But in my dreams, I don't float in space. I don't need gloves or ropes when I'm asleep. I run with the ground beneath my feet. طبعا هنا يا اولاد بنتدرب في على نطق حرف الار ر والاف فود والفي فيزيبل. ار والاف والفي. I'm not a sailor. انا مش بحار. I work far from the sea. But I live on a ship with the rest of the team. I read floating books and eat floating food. I watch my favorite films in a floating room. The moving world has a blue-green face, but in my dreams I don't float in space. I don't need gloves or robes when I am asleep. I run with the ground beneath my feet. آخر حاجة writing in imagine you are a journalist. تخيل انك صحفي. Write a question to ask an astronaut. اكتب 6 اسئلة عشان تسأل فضائي about the experience of life in space. عن تجربة في الحياة في الفضاء. كل ده كان موجود في الدرس ده. تجارب الحياة في الفضاء. الكلوزس والطعام في الفضاء وبعد الفضاء وبعد بتاع الفضاء عن الأرض. How long have you been in the space station؟ كم المدة الفترة اللي انت كنت فيها في محطة فضاء؟ ماشي. الكلمات اللي عندنا يا أولاد هنا dispose of يتخلص، rubbish كمامة، gravity جاذبية، strap خيط رفيع أو شريط، float يطفو، shuttle مكوك فضاء، inflatable قابل للنفخ، glove قفازات، space suit زي فضاء. هنشوف اللعبة دي، هنشوف لعبة جديدة، هنكمل بقية اللعبة بتاعة الخادمة. فاكرين الموقف لما الخادمة ادت لها أكل؟ قالت إيه؟ I should have used straps, a strap. كان المفروض استخدم خيط رفيع، ماشي، and dispose of this rubbish. يعني ايه؟ اعتبرت ان الاكل اللي ادته لها زباله قمامه، اكل مش حلو طبعا، دي فضلات قالت كان المفروض ترميها. قالت انا كان المفروض استخدم استراب اللي هو خيط رفيع وارمي او اتخلص من dispose of this rubbish. ايه
الطعام ده، الكمامة دي اللي هو بتسربش مثلا ايه، هفكركم بالكلمة اللي خدناها، بتسربش ايه ليفت اوفر بوريج. فاكرين الليفت اوفر بوريج؟ بقايا الحساء الايه، كلمة كنا بنحفظها برضو. بنشوف بقى فيديو جديد النهاردة. So, herzlich willkommen zu. Alle eingesperrt. Erinnern mich an meine Hunderte sind es in Gespen im Kandix. Östliche Wahl ist der nahe Schiff. Lack. Gänse. Die Lehrer von Fadar, Leute, schaffen die geil Fadar, wie ihr wisst, eh? Drei kommen. Nur zwei werden wieder gehen. Die Albträume werden uns immer begleiten. Hier spricht Kenzo Uchi. Aus Bismenau. Hau look at the Bismen aus Tronats. Wir special spacesuit. Bilbisu. Zi fadai khas. Maschi. And use inflatable gloves. Wir bisu kaman. Kuffazat qabla nafkh. Ist ein Film manfukha zay. Protokoll der Enigma Mission. 9, 12, 17. In the shuttle في مكوك الفضاء. ده المكوك الفضاء اهو. 10. يونيو 2009. 2 كيلومتر بازس رونتيوك. Zentrale Bakteriologe. Luftschleuse 2. Luftvorrat ging fast zur Neige. Im Leben. Zentrale. Mögliche. Keine. Keine mehr. Der mich. Gut. Sehr. Ich. Verraten. Nee, dass ich nicht raus konnte. So. Einiges. Okay. وطبعا الجاذبية بتبقى صفر. هنقول كده كأن اتنقلنا لعبة جديدة. The Spaceman هنا عندنا اهو. هنا بقول له ذا سبيس مين وير سبيشال سبيس سوت، ادي كلمه نحفظها. And inflatable gloves وقفازات قابلة للنفخ. The gravity عند جاذبية is zero، بتكون zero in the shuttle في مكوك الفضاء. هاي كلمة نفخها. And things float والأشياء تطفو. خلاص؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.